مرمى قبل بعد ما تبدا التصفيه نبدا بالعكس يمكن النصر جمهور راح يبدا له. ايش رايك بجمهور الوسط؟ والله يا اخي تبني سب بس الحمد لله عادي يعني بس فريقي يكسب لانك سويت لهم حركه هم. لا والله انا ما سويت لهم هالحركه، انا سويتها بس عشان نهايه المباراه عشان خلصنا المباراه انا ما سويتها وعلى طول بعتذر لهم. خليه يعتذر تعتذر للجمهور الوسط هم غلط بس انا ما سويت هالجمهور الوسط، انا سويت عشان نهايه المباراه.